بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله، ملؤها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أكملنا البارحة بفضل الله وبعونه تجمع البوليدة. طبعا البوليدة هي الحضارة، هي الرقي، هي الفن، هي كل المظاهر اللي اجتمعت في رقي. مدينة البوليدة كانت حاضرة في تجمعنا البهيج الكبير جدا. أشكر كل الذين ساهموا وكل الذين حضروا من مواطنين ومواطنات. اليوم إن شاء الله عندنا تجمعين اثنين، التجمع الأول في ولاية النعامة في مدينة المشهرية بالضبط، والتجمع الثاني في ولاية بشار، سيكون في مدينة بشار في المساء. أدعو إخواننا وأهلنا في النعامة، في المشهرية، في عين الصفرة، في كل بلديات الولاية أنهم يحضروا معنا إن شاء الله، وأنهم يشجعوا إن شاء الله برنامجنا ويصوتوا علينا في إطار الانتخابات الرئاسية القادمة، لأننا نظن وتأكدنا بأننا نحمل مشروع فرصة للجزائر والجزائريين، مشروع فرصة لشبابنا ولنسائنا ولكل قضايانا، ومشروع إن شاء الله من خلاله نترك الجزائر في خط الدفاع الأول على فلسطين. بارك الله فيكم، شكرا لكم. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.